أذكر من ذلك ما مست إليه الحاجة وغلط فيه من غلط من المنصوبين إلى العلم في هذا الزمان الذين غلبت عليهم الشقاوة والجهل والتعصب والخذلان. أنت يا ريت حالي عن رسالة هي كتكتيبة نقدر إن شاء الله تعالى كدي من الدرس يعاون نقد بينه إمام كحولي وأذكر وحن شيء دونا من ذلك أرنك أسجل نقوش أيه أقواش علماء كسب سن مسلم كي قال لي ما كل عين وردوا بهي ما بان كشيء دونا مصد أي مهم نقطي الحاجة باهدة إليه اللغة بيا أتكاتي وهو غلط أي كو خلدمين فيه قده سأما أسجل من غلط روحي خلدمي ومن المنصوبين قليها الله آنية إلى العلم علم الله تيري في هذا الزمان حلقا أين الجوغن الذين كواسوا غلبت أي كحوق بناتو كغالب نقطي عليهم دشوضة الشقاوة أي أندردي أي سن آخري يأدون بأي نصيب أي سن كلهي إيا والجهل جهل باكا غالب نقطي إيا والتعصب فارقبي الدينات إيا والخذلان خذلان كأسل كيسو وإن إلهي سبحانه وتعالى أوسن كواف جنين وحوناكسن وقرب كذا لقب بحال الوجيدة إلهي بان سبحانه وتعالى كور زاقن استقامي توسنان بشيخ وجيدة محا انت صدام بكيني وشقاو يجهل يتعصب يخذلان كيني لما جبلوا عليه ووحي لغو خلقيو من مخالفة الكتاب والسنة إني سنة يا كتاب خلافانا رقم بوحاون نغضي ويعاد كدكتين إن أي خلافان كتابك يا سنة وعملي السلف والأئمة المهديين يو إن خلافان عملك سلفك يا أئمة المسلمين تلها نشي قيمها بدنا حب الرئاسة شيء الوخ القوامحي وحب الرئاسة مدحة إنما جعيل يا وشهوات الدنيا ذا شهوات كان الرعان الدبق لان يا والطمع إن يقود الريان فيما شيء في أيدي الناس تتقعمل كجر الدنيا يا والفسقة المعاندين قل يا فاسقين تولي بحق الديدة إن يدوق على أمر كاسي أي يقاسي أحر لقام با وحاصدا بكيني الرسالة اللي جاء الكشف والتبيين في غرور الخلق أجمعين للإمام أبي حمد الغزالي أي كفي عن طلبته إلى أخريان رسالة سي إمامك وكاها اللي ضدك الدقان علماء آد وكاها اللي يا أقسام تضي أنواع ضده iyo say nool ba u ka toon yahay dunyada qaab oo ugu ka toomay ugu baabay nin ku ta muxuu ahaay ku dhagaa in cilmiga inuu barto laakiin aan amal lahayn in cilmi aan amal lahayn wada nin waacido asagu wacdiga intuu shaqo ka dhigtay magruur ah dayib intaasoo nooc buu ka hadlay markaasuu soo ururiyay wuxuu leeyahay waa asnaafu gururi ahli alilmi kathiratun wama yufsidu haulaai akthar mima yuslixunahu culimmada dagan ee dunyadu ay sirtay أما محوى عجب كرد عاي أما كبير كرد عاي أما حق قرم مرة وحي بياني خريبان با كبضا وحي هقاجية أدب الرسالة أوفي عن تاي مركة مجموع الرسائل بكجرتا إلا آخرية وحالي هذا الكشف والتبيين في غرور الخلق أجمعين بالي هذا ورسالة كجرتا رسائل كي سفر بضان وآدو قيم بضان إلا آخرية وفي عن تاي قول يها مركة وكه الله يا شاء عبد الله كوا وغزالة الماما وكلا أموي مركة وحاكا قال نغطي عليهم الشقاوة والجهل والتعصب والخذلان وحين عاد كردكت انت صدام بوحاكين اي دبكا ادعي لما جبلوا عليه من مخالفة الكتاب والسنة وعمل السلف والأئمة المهديين حب الرئاسة رئاسين لجعل هذا مدحة النمو طيب ان امارة اسلامية الدولة اسلام الارهادي وواجب الدين ويان لكن اضوئنا حكمته وأضوك كتل سميشة أيضاً الجعلات ما فيعنو لكن وحاول أقسن إن أشق إسن نظام إسلامي إمارة إسلامية إن استاقتو إله الدين كسر لغو رقم وشرعه لطبقه إن لو استقوى واجب من واجبات الدين وهي لكن أضوك إن المضحك النقط وأضوه قامسه وحميشة كجرا معها يو شهوات الدنيا اللهم مركا دوحكو قرد عمين سنجرين بموهي يو شهوات الدنيا كذا اللي جعل يهاي والراحة يوم هاي نولشة الدنيا ذي وحي أباها صدام بيدانين إياه اليوم الغزائي اللي بتركيسه قليها قوت الممحور وإنما غلب عليهم حب الدنيا وحب أنفسهم وطلب الراحة العاجلة وظنوا أن علمهم ينجيهم في الآخرة الدنيا جعل باكا غايم نغضيب وذاديه حلقا جغيب وكه الله إياه إيا نفترض إني جعل هذا أسأل الله فيه سنبو حوة ذا دنيس خاص كأه أيو كهر مرين دنتي قود مسلمين تو أيل هايل
وحونا مودة يا أبو وحونا رادينا يا الراحة العاجلة الدنيا دنيرت أنتو جوجو ربعينو سيف عن كل نولاده أو نصته أو واحدة بسوق قارن أو الله دلعينين أو الله عمبارينين وحونا أوقا تيبو لعلم جيزين وآخر أنفعها يو حبا وكبت بعدين هاي مرق قليها نوع عاسة علماء كشيق أو إن آدي آد لسك إلى ليو ومع ذلك وحب هاي جماعات يا طوائف مسلمينه أيها كو احتسابه أمر خير كفرح ما نكرهبه الإمام الفضل إسحاق بن أحمد العلث الحنبلي ترجمي سوحا كو يميد ننكاسي علماء دي حلقة جو كتب ولاد دقالي مجر يسوفي يدي مالك اللو ترجمي سوحا لي هو اليوم شيخ العراق ننكاسي ما أنت وعراق شيخ يدي والقائم بالإنكار على الفقهاء والفقراء وغيرهم فيما ترخصوا فيه بحب اللو أمانة وحكمي لها إنه أهانين خيرك ومضى أمرا حمهانا كرهبة خاصة علماء دي فقه دي حلق يسجوغي إيا فقراء دي منك السوفية دا هي الزهاد دا اللو يقاني لبضا كوحوت بؤاد ولد دا قال لمن جري وحيابها أي فضيين أما الدين تا تحريفيين أما أي ترخيصيين أي ولد دا قال لمن جري مركا علماء دو بني آدم بشر كوكالو وي كودي وناكسن وناكسن يهي كودي حون إيا وحريبان أساقا وقودران تذكور دنبا نسأل الله سبحانه وتعالى إله وحنا ويدسننا أن يوفقنا أن نوافجيه لما يرضاه وحو إله جعليه من العمل عمل عباده ويجنبنا أن نقدريان ويدسننا مما يسخطه إله وحو نعبيه ومن الزلل خلط يدين قرى مرأة إنه لا يخيب لم يخيب إنه لا يخيب أو لم يخيب إله سبحانه وتعالى مهجيه من رجاه ننك إله رجيه إله اسكحل توكل أصدق خير كالرجيه روح اسمهم قبوي ولا يرد لما عليه سؤال من دعاه إله روح بري سؤال شسن لما عليه ولا أقبله فنقول وحن لنا وبالله التوفيق إله بوافجنت إسكاله اعلم أو مسلم أن هذه المسائل مسائل أن صوّد قصة أبسن كفرجة يقال لماذا يدين كبح قصة أبسن مما كيبي مسائل كمتها ينبغي وهبوينها للمؤمن الروح مؤمن كأل اعتناء به نضنيه إن الوقت كوب بحزوء عناية خاصة سيزوء وضبرته أيا واجب كو الروح مسلم كي ولي بالزمن كان وشيخه هل كهلاي إيا كأن بالجوغا محال أي واجب أطهاي أموها بونت إن الوقت كوب بحزوء وضبرته لألا يقع إنو سنكود عين أوغي في شيء وحو منها من المكفرات والنواقد كمدة والحال هو لا يشعر سون قرنين أذون أغين بضح فريسان باشي قال لما هيد ما كاسد كل فلينيس ومع ذلك موحد في عنبد اسمودي ونن قيام بدون وانا اقسم بدي اسمه ذي سقال وتحبر ذا ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون وي وليتبين سيقعد ذات له مسلم ك اما مؤمن ك وقعد ذا الاسلام والكفر الى قال لم يكوك لبحان هاي هي اسلام نمض رساله يرو وليه الشيخ شغل الاسلام محمد عبد الوهاب باجول ما يتميز به الموحد من المشرك ورساله في عون الى اخر يكون اقسم وحيابها ننك موحد وكذا صعم هي مشرقة ورسالة وققرة يحلق سقرة مهمة إن الآخرين وكفي عن تهي مركة سي قال لمو إسلام كووك لبحو أي أبرني مسائل كان حتى يتبين إلى وعد هذا له مؤمن كي الخطأ وقفك من الصواب شيء حق وكاقع هذا ديك لي أظن مغرورة أن بطعن ويكون هذا الروح مؤمنك على بصيرة أقون يعظيم في دين الله يعني شيء أقيا هاي أو كور قبو كسعونية ولا يغتر وسنكو لبا وسنكو كثومين بأهل الجهل كو جهل جهل أو صاحبك أو دلي يوال ارتياب الشك الدين تلقى الشك يحقه وإن كانوا هبا النقدين هم الأكثرون قوة بدن عددا حق ترضى قليها كثون جهل باب شيء دين تنكشك سن على جهل كو عابدا ما أنت دوني ذا يقعب بدن بلشيخ فهم أيقوها دباسيدة كالي الأقلون قوة يروي إليته عند الله وعند رسوله والمؤمنين قدر حق شرفت حق ترهبتين لكن تيضا يميقان كان من كل توي هل انه موحدة ايا بقول مشركين كاغا خير بدن ولا عبد مؤمن خير من مشرك طيب ولو عجبكم روح مؤمن كموحد كهبا يراد طائفة يرو معينة هالنقطة ايا قاسا انه خير بدن ملايين دين لا ويال او فسقاء او مجرمين او مشركين وإن كانوا هبا هذين كلها هم الأكثرون قوة بدن عدد حق التراذي فهم الأقلون قوة يروي عند الله وعند رسوله والمؤمنين وحم يقانكم على قدر حق شرفت قد يد قصة أبسا روح مسلم كأه هدو قال لما كرد عينه قالوا بي وإن نطق بالشهادتين وأتى
ببعض شعائر الإسلام وأركان الإسلام ولا ما دوى مسألة إجماعية وحمرنا ملاتاس إجماع وحسو قريي الإمام ابن حزم في كتابه في كتابه الفصل في الميل والنحل وحسو قري الشيخ سليمان ابن عبد الله ونصوم الرأي وكسو قريي كتاب سيد دلائل كا وحاكله سو قري شيء الشيخ عبد الله أبو بطين بسو قري محمد رايم على الشيخ بسو قري وحسو قري ابن تيمية ابن القيم بسنا سو قري ومسألة مسلمة إجماعية إن شاتينك الله إيمان يسوء إيا صلاة تكون يسوء إيا صومك تصوم يسوء أي سنكاد دفاع إن قال نمو أو ما قد قال نمو كل عضو حوم كذل وسين مسألة إجماعية وي لكن إرجاء يا أهل الإرجاء والجفاء بأمضى شبهات كسي داي أمضى باب شيء كذب بثوابد أصوش قواطع اللي قشكي شيخ حلو وقد اعتنى العلماء علماء وحي وقت كبحيين أو محوها هاي كد ذالين رضي الله تعالى عنهم بذلك أرنكاس مكفراتك يوحبها قال لماذا كينا أفي أدم بكرعه أما محوها قلب كي مادة أي كد ذالين في كتب كتب توضي كقرين وأوشا سيلو دكتور وبوبوا وكتبوا يعني يقول لكن وبوبوا النسخة لقرية ستاسا كفي عن وبوبوا وحيوا بابين لذلك أرنكا وحيبها القلوب في كتب الفقه فقه كتاب تيسا في كل مذهب من المذاهب مذهب كستون مذاهب تأفر تكمدة أي باب قوني أكسي باب الردة طيب أما باب حكم المرتد وهو باب كقوني ده أي وحكا قرينا وحاوي باب حكم المرتد روحا مرتد كأه حكم كيسا كتاب كسد قوار كيسا شافعية ده حنابلة ده حنفية ده مالكية ده حتى الظاهرية طوائف المسلمين نيو البو كتاب فقه أقري باب كجرة كتاب الحدود وكانه أما كتاب الجهال لضبط أما باب الجناية الله ضبط يقول كتاب رد الله يقانو وحيابها الروح المسلم دين تكقب حيو أما أكور الدوبة هي اللي وعد أي سلو قد دكتونا هذا حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه وكي أرن جري صحابة بضن كود نبقى خير كي ويدين جري يوحيابها جنة الله وقاله أنا وحان ويدين جري شرك وحيابها شرك إيه دين لآنت قال لماذا إيه بدع الصوص عطية فتنك لقوا على القبائن دعام بان نبقى ويدين جري مخافة أن يدركني أنا أكبق هاي أنا كل عانو أغي شيء يقولون مركا كوعة هذا مهم جدا وين مرتد كنا وهو المسلم ومسلمك الذي يكفر قالوبه بعد إسلامه بعد الإسلام مرتد ومحاطة وأن إسلامه ذي كان نقضي بعد ما هو إسلامه وصوق علي وذكروا وحشيقون علماته أنواعا كثيرة قيبة بضم بيشيقون وكميدة وحيبها لقر الدوبة دين تلقاها بحاء كل نوع نوع كستا يكفر بها المسلم روح مسلم كو قالوا بهاي كل إنا كو كل ما شرط ما هل ناقد يا هل صار لو قالوا بهاد كو قرنا كو قفلان طيب ويسد كذا يربى جبيسا نيف يروكاس وبحد يربى جبيسا هلي بيرو هلي بقيلو عنتي بقى جبية ناقدكم مربى هاد كرنا عضو وياه ناقد وين الدين تلقى قبحه بنان شيء يو يران شم لها سبب كان سبب وين لو قالوا ما اعتقادا أو عملا أو قولا يكفي إنه كل كوكل ما النواقد شرط معها كل نوع نوع كستو كمدة نواقد ده علوم كشيجين كتب كتاب المرتد أي كشيجين حتى كتب السنة وابابيستان حكم المرتد وكانان طيب في كتاب المحاربين بمن نسأسه كان أبو داود نباب جنو جنته حوي علماء الإسلام كل قد واقها لين الإمام البخاري طيب أصلا وابابيست كتاب استتابة المرتدين كتاب جنو كدري ومرتدين لقاها الله كتاب الأحكام نقيب وكاكا كينا مركع علوم المسلمين تنينك حديث ألفا نينك كتاب فقه وقرة باب كان باب لا يقان ومدى اللغة دقوي كل نوع يكفر وحكو قالوا به النوع أسقى المسلم ويبيح وحب النين إياه دمه ديك سيا ومال ومال كيسبا ديك قالوا بنين ولقودلي ردة بلقودلي مال كذا وافي مسلمين إليهين هذه مركع أهيد ومقدور عليه أو لو سوق بتقول لو قد لأضو عن تبر لهين لكن قال لما كنا عي حول هذه وافي تخميس بالقصة مين هدي لكن مرتد قال لما هي هذا هيد سدد قليها هذا وصل مرة كذا قال لما وكلا إياه قوة لحلا كيلومتر كذا قال لما حمر قوة نوع عاصو كلا هذا تهاي مرك لو قب لو قد له حول هذه سدي ما الحربيين بالواقع من في خمس بالقصة ساري أربعة أقماص نوع غنيمة للمجاهدين وأنا سدد السلف كمرين يا أبو بكر وقصة مين مرتدين تولى قال لمي المرتد المقدور عليه ماله وافي حديث كي وحلو دلشان يا هاي قرة بن ياس حديث كي سي حديث كي براء بلو دلشان نكي أروسي قرصدي آيدي
أما إيددي إسلام أبيه قد أنت أما فري أيو قرصدي أو أروسي نبي محمد النول نبي عيدا بودري مركز ونينك هل سودلو حولي سنة الله سوكحي نينك بل سودلو حولي سنة نبي فخمس ماله تخميس بقصاري حيلا محوها مقدور عليه فيبا لغدقي كلا لكن دقال لما يقود دقال لما يقال لمديس أي حبده قصوه الرئيس سيدا قال كحرب قال الله دقال لما يكد من هذه اللقاءات كادو حولي سوى غنيم وكغنائم الحربيين هل كاسا تفصيل كاسا كجرة مرقى شيخ حوجي دا ويبيح دمه وماله سيدا سوي وسأذكر وحان شيخ دونا إن شاء الله تعالى هدي ألا يدادو من ذلك وحباه القرد بحقيسة ما يكفي وحكف روح مسلم كأه ويشفي ويشفي عافيه داوية لمن هداه الله روح الهنونيي وألهمه رب وكو إلهامي ووافجي رشد وهنون كسي أصبات الوهنون يعني بدن ما إن وحكوبان وخلاصا بينو ككين إن أرنك أصدقى لكن كفلا ننكي محوها يدالها يا أم الدين دونة عذر كي محوها بشيها ينا كسارا ينكي إلهي هنون لدوني وأجعل وحنيي لها كلام كل طائفة كوح كاستهاد الكيدة ومن أطباع الأئمة الأربعة أصحاب طائمة الأربعة مذاهب تأفرطاء الأئمة الأربعة أصحاب طوضي علماء كتب تألفي كوح كاستكلام كيدي قنوبا أصارها يا بود على حدة طيب وأجعل كلام كل طائفة من أطباع الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد أفرطاء مذهب كوح كاستهاد الذي قنوبا أصوعي على حدة قنوبا أصوعي شافعي وقب الله كدمنا أحناف بكوح جندونا ساسو كوضها يا سيقونا نزارة يا أبو الشيخ محان ساوي يا لو كلا صعي علماء دو علماء هل مر مشيخ وسكسي داي أو يصدح دقه وحور ربا إلا كلا فهمه ليسو لسو أفوض هذا أو يد بان سيدا أو يلداري كأرن كاس أنسو قرنيو على من أراد الاطلاع عليه ننكي الدونة إنو مطالع يو برطو على من أراد الاطلاع أي الإشراف والتعلم عليه ونبدو وحنكب الله بإن بكلامهم كلام العلماء أصحاب المذاهب الأربعة في الشرك الأكبر قصة أبسن قال لماذا وين الشرك الأكبر يو تكفيرهم قال يسين تدعو العلماء قال يسين لأهل أهل الشرك الأكبر حين وقت وقع أو دعي قال لماذا يشركوا أي دعضي في زمان حلق النولايين يقرد عي الشرك قاسي قال لماذا وقرد عي من بعض المنتصبين إلى الإسلام والسنة ضدك وأنا شيكته أما محوها يكو أبتر سدى إسلامك يا سنة ضابة قال لما كل عمل قاسي حكمين حين وقع في زمانهم من بعض المنتسبين قل يا أنصب شيكت أمام هاي كم حاب صدى بركود إلى الإسلام والسنة لأنه هو المهم شرك قال لماذا ومضى إن لغد مهم فنقول شيخ حان لنا هاي بول شرك أصل كيس وحوت سوا ما دا وحكود الورقة الشركة أما شرك على المشاركة طيب والاختلاط وحسكود درمضة أما وحوذاقة وذاك بأصل كيسو كي مادة من حيث المادة اللغوية لكن اصطلاح شرعي شركه وإثبات شريك لله سبحانه وتعالى فيما يختص به إله سبحانه وتعالى وحو قون اللي هاي أو صفات أما أفعال أما أود أما حقوق عبادة وأضون كان الله ذا جسوي طيب كاسها شرك اللي ويقانا شرك مركة ونوع كمدة من الكفر قال لماذا كوين قال لماذا هو شيء عامة ومسلم كل عاي وحو دين تكقبح هاي وكتابك عدي أما سنده عدي سي أما مسلمين تو يكون إجماعان يسكون راعين مركز الشرك هو نوع كفر كمدة الكفر أعم شرك كان يرى كخاصا أدو حاوك لسارة الشرك إيا كفر كفوارق ودحية شرحي أبو الهلال العسكري في كتاب الفروق اللغوية هلا قفير يو مركز شرك هو سوى دبا يوارك أدون كمان تتاقن البعث إنا إنكرتم مثلا أما قرآن كأديده أما النبي آد بيري سوا قال نمو ودين تلقى بحية لكن شرك معها شركه وحوي وإن إله سبحانه وتعالى عباده لها برياء لها توكل يترصد لها أسماء وصف قون أولي هاي صفات رب قون أولي هاي إن أحد كلاسيسو أما أضو حلو ذاجسو ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى أو كلوي أما كلام الشافعية شافعية هذا الكيادة ما دام ضدك وحلقة ماشي جوجين شافعية بدن باجوك علومنا كأهم مكة يا مدينة رجع أبنا هي الشوافع بيا هاي صادرت أبو شيخ أهر مريه هذا الكشافعية من ذاك لي حنافت وكف جاي شيخ واقع عيسى شافعية حلقة جوكتي بها هذا مسائل كوجا الله كتب خزنة كقرية سيد ابن حجر الهيتمي وكلي فقال ابن حجر وحوي رحمه الله تعالى في كتاب الزواجر
عن اقتراف الكبائر كتاب كاس كتاب مطبوع ولا مجلد ومكاتب تيالوي وحكوي لي أسوها المجلد نواجرة الكبيرة الأولى دمبي وين كبيرة كوبات كبائر تواوين موبقات كدين محوها يروح مسلم كا وكوافو بركينا دي دين تلقى قبحة كينتا برنا فسق كينتا كبيرة كوبات وحوي الكفر وقالمه أو الشرك وعطف الخاسي على العام وهي الشرك ونوع كمذا من الكفر كفر كان وين أعاذنا الله الله نجم من قليو تعالى منه إله نجم من قليو محمد الشرك يا كفر قاسي شيخ حوري ابن حجر الهيتمي ونحل الزوجين نحل يقول أنت قرنك طبنات أها ولما كان الكفر قال لماذا مرك إن قط أعظم الذنوب ذنوب تمد أوين إلهي دم بالقلق الدم بقوين والكفر والشرك وهي كان وحون نغضي أحق مد كمضان أن يبسط الكلام مد مضان بنغضي أن يبسط الكلام هذا الكائن لفافاهيو عليه على الكفر والشرك وعلى أحكامه ما دام الكفر والشرك دم بقى أول أيهين لقونا أفبيت ديمها لقاق بحلو قال بالنار لقو وارسابك يأسق أوغي أسق إلا فافاهي مهم نقطي. طيب كان أحق مد كمضان بنغضي وكمضان وحك لكمضان أن يبسط أي ببسط الكلام عليه هذا الكائن لفافاهيو ولا تفصيليو أن أن لكوبين يو على أحكام أحكام الكفر إلى أحكام المرتدين باجرة قال الله تعالى إن الله لا يغفر إله مرافه أن يشرك به إن لو شرك الإشراك بالله إله إن لو شرك إلى مرافه ويغفر ربي ورافا ما دون ذلك أرنك وحي كسوك يا لمن يشاء عدو دونو ورافا إن الله لا يغفر أن يشرك قيب طهري وحيكوتا يحج محو على المرجئة يغلاد ذا قيبت الضنبان ويغفر ما دون لما يشاء معتزل يا خوارج بي أيضا باب إنيسا عموما كأيضا وحلقة قاتل شرك وردن بسواء كان أصغر أو أكبر لما نافع هاي شرك أكبر كا يا كفر أكبر كا صد حكم بأوى وين أوليه هاي حكم كوبات وين الدين تات كقب حيس والمرة الإسلام كبرنا كان نقول حكم كلبات وين النار كواري هتت كل ما تأذن كتبت كينين حكم كصدحات وحي عمل السوق بطهران بينه برهيو وحي وناجا يطهر مريسا يوران وبرهيا شرك مرك أكبر كا يكفر أكبر كا صدح ذا حكم وهوين إسكال وحياة بدنا وليها لكن صدح ذا أمهم سن آيات مرك عموم كذا وحلقة قاتي إن الله لا يغفر أن يشرك به حتى شرك يرى إن لا دافين شرك يرى سوق مكة نار لغواره مكة أعماش ورم بينه بريه لكن ما لا دافا ومسألة سكو خلافي هذا شرك أصغر كل دعوه ما لا دافا هي بدون توبة وهو يغفر ما دون ذلك لمن يشاء مجالها هي اللي ذنوب تكله طبعا والغو دافا تفضل من الله سبحانه وتعالى والغو دافا حسنات أجور بالله منه والغو دافا شرك أصغر كحق دافا لأنت ما شرك أكبر كل مدية مسوا كدوية مثلا اسكو خلافهم ويشيخ سيد تيمية يا أرض يوسف حتى أي دعوة نجدية خلاف بين كقبان والظاهر شرك أصغر إلا دافا ينوى إلا بتوبة إلا دافا ينوى إلا بتوبة حديثي خاص كذا أبي سعيد وكيد أبو بكر إن اللهم دعاء سين لو بحث دمويين لرافم وقال تعالى إن الشرك شركه إلهي ولو شرك يلو لظلم عظيم واحد قد بوين وي ظلم يقول ووضع شيء في غير موضعه عباده يا بري يا طقم يا لك عبسي يا خشي يا خوف خاص الله إسكاله سبحانه وتعالى هدي أتكا قادوت أضومه سيسي أولي ذي مشايخ ذي يا محا أهل قابور كآتيسو هذا ظلم والله تمن قال تعالى إنه ما يشرك بالله إله روح أشرك ياله فقد حرم الله عليه الجنة إله جنة كحرمي ومواه النار أيضا ضنبوح السوق الهاية إن الشرك لظلم عظيم لابد وكجران أكبر كي أصغر وكجران لكن أيضا ضنب إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار شرك أكبر كبي خصيصة لأنه شرك أصغر ك أزيد صوغ مكة إن جنا لقى حرمه نارنا أي كوا جبت معها الخلود أهان وتقوارته وحا كان الخلود في النار جنا كا حرمه يوا قال لماذا وين يشرك وين وين عيادا بالله وفي الصحيح صحيح أنك وحا كسوغا بخاري مسلم بكويمت إن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه ألا أنبئكم ما إذين شيقوا بأكبر الكبائر ذنوب تواوين
شيء قوين دروبته واوين موبقات كروحه بن آدمها لاكته كأوين ما يدين شيقه قال إشراك بالله إلهي الله شريك يلوه شركي قال النبي وكدقه هنا دواك عرب التقاني عانا أهو باهي شركه الله بوقي بسم أمرك شركه بني آدم واقع على قهلا انت بضان دعاه وإشراك في الربوبية وإشراك في الألوهية بمعنى إلهي سبحانه وتعالى إنا أيشو دك يدقال أما شريك لما ملأدونك وشرك الاستقلال لو يقان أما شرك الربوبية لو يقان وكاسينو دعوة يرطاي ضد يربو كدعي وحبضان ما أهين شرك قال لماذا كبضنا أمديها أنبياء الله سو دري كبضنا وحوها الإشراك في الألوهية أي في العبادة إلهي كلجي إنه أدونك أبو قريش يا مشرك العرب ويا قانين روب كاسقو إنه كانوا إنه أسقو وحدلو وحنا دايو إنه إرساق دا أسقو بحشو هوشا ما ملك يتصرف كأدونك ورنبا إلهي كلجي إنه ليه هاي ويقلاي لكن مرك العابد هايو بوحيق بإن الله سمر أولي الله سمر يا أصنام شرك الوسائط وح الله يقانو كاسا يكو أفيسناين عبادة خالصة بالجوايي إلهي إلا عابد العرب ويقلاي قريش إله إلا عبد وأقليد أبو جهل يا أبو لهب يا عبد المطلب إله إلا عبد وأقليد لكن وحيكو أف من إله كل جهة العبد كل جيب على أيضي ما يسندي دني إله إنه عبادة مطو بل مرك قارقود بمخلصين بأنه قنت لو أنك صوت الماني لكن وحيد دين إله كل جهة العبد أو بريدة كل جهة الله سيو كو نوا أضومي يلا دمباجين تأسي دين نفس الشيء وإنا قلنا دين الصومالي النهاي هوشن هالكاسين مريس ninka soomaaliga mushriga ah ilaahay inuu cibaado muuto waa og yahay wuxuu kale og yahay cabsi aan la kuleeyahay adduunka asagu inuu abuuro maamulo asagana adoon u yahay la abuuray waa og yahay laakiin markuu barya iyo toogma iyo hawlaha iyo istiqaasa iyo isticmaano u baahdo ilaahay kali uu ku akaysan may awliyo soo kicin awliyo allay adig bulso istaagaya gabdhahani baa ku heesi jiray muxuu ahaay hawladi muxuu ahaa soomaaliyeed awliyo allay adig maxay adigtaa أولو حق محي أديك محي قبان هدي أضو مرة ما هذي وضي في عنايين وناك الله كل مي هضي حمايين الجزود الله كل مي ويهي محي اللو دم باجن وانا قاعد أقول دينك شكينا نقول يقول شبه يا مري طيب أولي اللي يا الله وأنبياء شو أولياء الله إلبي لكن هلا إرمانا يا عيل حرارا وقال الله أنبياء لهم بكورا بين هايين إيش بقى كوي راتي نين تريق بي تقريبا بشي اللي بعد ملاحظ مركو حيليهن بيه مركو يرادين قيلوا إلا وراب شاء الله الربا جيلان وإن لو راب شو محيلي مرك ألي يا الله وأنبياء شو أولياء الله إلبي لك وإلهي يا أولياء دي يا أنبياء دي بالسكوت دراي كده إنه حلو دره هي إن يبيا كنا عيل كنا أي إلك فرقان لو بعين هاي مرك وحى سوى دومية عمد الصومالي ذو كأ في سنتاي ولا بقيت الرميجة أد وين لسك جاي إلى اليوم إشراك مك الله شيء أنا هو قال إنه إنه يهاي أن قال لما دي وين محو هاي كي محمد إن أترى ربي كلا جرى وإلهي لا أبو رادون كعد من سن وكير القريش عربنا ما بلاهين باوش أيضا نادر بيا تدير بيا هاي الإشراك بالله وعقوق الوالدين والدين لبدي والد ولقع عاسيه لقع عاسي جروبه أي أنه وادم بوين وكان نبي حم متكئا مدة جيجو جق الله يستيب وأن نبي سيد العنا أفرديا فجلس مركز صبنه فريستي فقال وحيري ألا وقول الزور iska ilaaliya sidoo kale muubiqadku waxa kamida hadalka beenta ah maqaati beenaadka qowla zuur waa kadibka buhtaanka iftiraha wuxu dhanba soo gali maqraatiga beenteed furtay ala washaat zuur iska jiraalay maqraati beenaadka fama zaala muusa kazu nabigu yukarriruha labadan dambe inuu cilinayo qowla zuur iyo shaat zuur hatta qulna ila an nisniri laytahu allah hadisa ka nabigu amusila suma fiicnaateen ثم ذكر وحوش ابن حجر الهيتمي وهي أحاديث كثيرة أحاديث فربضن بوشيغي ثم قال وحوش ابن حجر الهيتمي بيت القصيد كواكنا منها وحاكم ذا موبقات كي ذنوب تواوين تنبيهات بور التنبيهات كأن شيغد وحاكم ذا منها من التنبيهات تنبيهات كدورك أو حاكم برار جن وحيوان برار جن وحاكم ذا بور بيان الشركي شركي إن لعديه إيو وذكر جملة من أنواعه يا إن لشغو قيب أما رعب كمدة أنواع ذا شركة محن وعدين إن رعب تاس يرحن تا شركة محل وعدين لكثرة وقوعها لعتان كذا بدن في الناس تدك يك دعوه وعلى السنة العامة عامة عرف كذن وكو بدنية عامة وكو هلان من أجبا من غير أن يعلم أيون أجين
أنها كذلك إن قال لمتو دين تلقى بحاي فإذا بان هذي عداته لهم للناس أي عداته الشرك وأنواع فربضان دين تلقى بحاي فلعلهم محلقيا بأن يجتنبوها إن يكفوا هذا ويكدر رادان روح ودوح وقالوا قال لمي دين تلقى بحاي على أقل تقدير واسك إلى النهاية معصيك لما كوحن بارتين وكود دعي لألا تحبط سيسان أهو بنين أعمال مرتكب ذلك قل يا أرنت أرنت أقول دعي أعمال شو ذو إني هبطه أي هذا خطر إحباط قدر قيود بنقطة صدح قيود حبوط العمل لفوات شرطه والنقطة حبوط العمل وحكر النقطة لفوات ثوابه يحبوط العمل لفقد أصله وركنه طيب إن عملك أو كاهبط أو كاد وحبات كهل ويده مثلا شرط بالواي صلاة دي هذه شرط دي أركان تدل لقواي ورعيسة بمعنى واهبتي أجر ملها وقو خسرت ما شاء يدا إن عملك أوصا وضهوبانين أوصا بلاش نقول لكن ثواب بعد أن كهل رياء قال مثلا الرياء وسمعة قال عملك طيب وهوبان يا ثواب كس على أقل تقدير دوسا كل جيبه هوبانين مركا عماش صدح على قيب أبرتا إن شرط دي يرغن قد أي ويده ويسا كبرتو يا إن أنت مانعك لو كرع ثواب بعد أن كهل ينبا وح ثواب أجره أنا لقى قرين يا عملك إنه جب أهم بأصل أهم ببابه لا لفقد شرط ولا لفقد ثواب لكن بطادا مكامة أصحى محايا لشركة بتقول عضي يا قال نمو طيب حي العمل كستوحى لو قبها هاي هاي إن له رأي خلاص إلهي درتي لو لي ماد إلهي لو في قريه كدبنا مرك الله إيمانه يسعى على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم أدورة ماته سوى فقصاً طريق سنة النبي محمد مرك الإخلاص لله وشرط المتابعة للرسول وإن عملك لنماند على الوجه الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم قابك النبي أولي مد شرطك إخلاصك اللو يقان شرطك اللو يقان اتباع لبضى عمل لبضى شرط بي أعماش وكوع صحدا مدك مدها دين لوايو وعمل أصيح مايو لبضى شرط ذاتك وايه إنسو قليني وأفر قيبوت الكفار قالضو وحوانا قيلي مادان لقى أقبل مهاي وح ثواب لقى سين مهاي محايا لو حلقوا هذا شرط الإخلاص بل لقواي حتى هذي الضاعت كيهين وإخلاص لي مادان وحلقوا هاي الاتباع طيب مركا قالوا رمبا سوق ليس لعدم الإيمان ولعدم الإخلاص ولعدم المتابعة للرسول انت أصول مركا قال أعماش وحي وناقة أما مساكين أي عاويين أما أي خير لي مادين أصيحي مهاي محايا لو هذا شرط بل لقواي وحاكلوا عمل كذبورة يا المراؤون قوة ذاتك استوصوصة عمل بصمين هيا إلا أركو الدون هيا لغو أمانو هبل وعبادة بدني هاي وصوم بدني هاي وصلاة بدني ومخلص وكان مركو مركو ذات يا أركا هيا أما عيد أي فيرنيس أي النشاط يا في فرعوني هلا هيا ومركاسكو عمل كليمات المراؤون بايقنا صوغلا صدح وحا صوغلا أهل الإرادات الدنيوية الدنيا دون هيا مرائق أي أنك صاحب الإرادة الدنيا وحاولنا فرق بأود حيا مرائق لا يتعبد ولا يصلي ولا يفعل الخير إلا عند رؤية الناس له مركا إنها اللغة هي الله فيرن هي أما للجوة مركا سوء عبادة إيسان قرق إيسا مركو تقوى بدالة هي أبا اللي قرق وح فيرن مجرم موقتها يوح محو آياته وسكا قضها هي أما وسكا قضها هي مجره مرائق عمل كيسو حوشقية إنت الله فيرن هي طيب أما أهل الإرادة الدنيوية عمل كضحي أولئي من هيان إنه يحكو هلان شقوا ربائنه كهلو طيب سيدو قليه محوها ابن عمر مركي ربائنه حروبان بي سفع أنتو كجرين ابن عمر بردقن حولها الدوميه سننكو أركبنو عبادة بدنيا في عاني وحورين جري وأقل دنباي خطكي سفها مين وحالة ابن عمر ننك سفع أنتو كذو ومسايدو وكو أركو حقوق إسلامي كدر يمو وكدر يمو وحورية مركز أدوميس وده عباد من أغنى زهاد عبادة بهم وحرين جري مركو حرين يدور كيف قالها يام عبادة من مجرد ابن عمر بالوين من كان ويقصرها يعني عبادة محبكة مئة حرين حرين من خدعنا بالله إن خدعنا له نك إله النغوض قبل ما أوضق مينا بو نك إله النغوصرة وأن أسر مينا مركو حاوي أهل إرادة دنيوية وحور ربع عمل كان وصميني إجهاد كأ أما محوها عبادة أما صلاة إنه الدنيا كهله غرضه هو دنيوي شقها هل هو سيو هل هو أمانه هل هو أغلى حدو حقوق هل هو احترامه دن الدنيا كليه
marka uu tukan hayo cibaadaysan ama dadka arkeen ama aysan arkin tayib dadka ayaguna waxa laga waashad ul ikhlaas wal mutaba'a laga waay waxa soo galo afraad u dambay ahlul bid'a ahlul bid'a badan kod ikhlaas in laga yaaba laakin waxay eedeen mutaba'a laga waay marka sharta al ikhlaas wal mutaba'a afarta nooc ba ka baxdo oo amal kod ku baaba al kufar al mura'un ahlul iradaat ad dunyawiyya ahlul bid'a الشيخ مركو حوري فإذا بانت لهم مركو وعداتو شركيات كاسي وكفريات قدتك الله عدية فلعلهم وحال غيابا أن يجتنبوها إني كفو قدان قال لماذا سي أن وعد كفرقا لألا تحبط سيسا أهوبا أعمال مرتكب ذلك أرنك أسيق قال لماذا كو يقول لعي أعماشو سيسا أهوبا ويخلد مركا أي ولب الغواريو أما ويخلد أي كواران في أعظم العذاب عذاب كأوين وأشد العقاب هي عقاب تؤدرنا وأرق إذا ما شو شغل عدي إن ضدك قال لي ماذا على جهل لعذابي وإن أركو ورهيان شركي أكبر يقول يعني كفر أكبر تقصير بحق ذكي من مثلا هذا سيدا وعد دين تبلا قبح قال لي شركي كحرا إن روح مسلم كأوبر توز ومعين وإسكا إلى لي ما دام مفرطين أي المقصرين أيهين أيون وحي لكم من جزهودي حور الشيخ هو معرفة ذلك أرنك إن لبرت أنواع الكفر يا شرك محوية هاي يا قال لما محيط هاي ومهم جدا آذي آذي مهم متوقعين بدن تهاي محايا فإن من ارتكب روحي كرع مكفرا وحلو قالوا به صاب لو قالوا به تحبط جميع أعماله وحاله بينه ضارا أعماش سور رنبا يعني أعماش خير كورن وحب إيوب برية قال لما يا شركي بقى كجرته طيب ذنوب تورن وحيو بيو بابينا توبة كجرتا لا بدا هو متفق شرك يكفر قوين إن أعماش روح ورنبا يكوه بنيان أو يكوب بابا هيان أو يكبر هيان مرن ملاه إن هداد انت ظن لمن التوبة كينتو توبة صادقا الله تماد محوها هي صحيح الله تماد دم بك سرب وكاد دافي شركنا الله كدقي أيضا مرن ملاها أعماش انت يذكالي وحاجر وحيابا مركع عمل كي قلان برن هيا لكن أعماش أقود بينين صدق الله بحضي من نبادكتي أمان إيه شيخ شيء قالت شيخ كبح ودي لا تبدلوا صدقاتكم بالمن والأذى طيب إنما يتقبل الله من المتقين صلاة دعاتكن إذا الله إسكن مخلصها أو متبعها بعد صلاة قش وإذا قروين حقا فريو شيخ ده كافرنا يا رطو القر كافرنا سيف عمل أركع وإذا كلا بحسي سجود بها بيسي فرت بها سيف عنو تاكتي خاشع بعد كده متذللة صلاة كعوين علون وحيد وان فيرن ان الصلاه دي لبا رعيده هره قابك او توكدي اخلاص لبا دنبنا خو وخا سو قال لبا دنب بريس او هره ما لوو قرايا ودا تفصيل لو قبنا واجران عمل كو دنب برينا ودا دقب واجران يعني ذنوب تقاركيد ان عمل مقيد اي بريسا لغا يابا سدا عائشه او تري مخو اهي زيد ما ارقم او تري او شيغا هدو دين وايا او شاس ربده او كشقيسنايو ان جهاده قد بطل جهادك سو ودي مع محمد وباطل عمل كستو مركز وناقصنا صالحة ودم بكون وكوي مدوا بريا غالبا مركا عماش وبريسا بذنب مقيد لكن عماش اسم وناقصنا رن وحبا بيو بريا قال لما كجرت يا شركي ذنوب تورن وحل غدا فانا توبة كجرت قبل الموت والوفاة تيبو شيخ التلمام هيا هو يجب أو كواجب عليه دش قضاء الواجب واجب كونه قضية منها عماش كمدها ضد قال لما كل دعوه يا شرك أعماشي وأنا أكسنيد إذا صدنا صنا كسر شقيري صدنا ببوري صهوا بنيس هذا هو هذا الإسلام كسر الله بتو أو تو إسلام تمر الله بتو تعود كل قوقة بتو هذا مسورك القادم بقى وحي واجب هاي صدنا صنا كل دافور الله تمر ما يسوق ليس لو يبرتي وين ديب كلا تما هذا سو أساس صدنا صنا وحي صلاة إذا تكون يسيب برتي بالكفر وريد كبري وأنا ديب كسر عليه مالك إذا صدق به طيب يا حنافته ابدا شافعي تفصيل بيو كليين ويجب عليه قضاء الواجب واجبك واجب انه سو قضيه كو واجب منها من الاعمال المحبطه اعماشه هوبتين لدات شيء بس سو قضينيسا عند جماعه من الائمه كابي حنيفه سيدي علماء قاب قيبه كم من القبان ابو حنيفه مالكيه وكلبا ومع ذلك يعني ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله بي حنافته يا مالكيه كدغان ومن يكفر بالإيمان إيمان كان يهو قال بمعنى إنك ردوبة الدين تكبه عمل كيسور رمب وادات وهبطي فقد حبط عمله بالي طيب واسم مفرد ولوتري إلى معرفة طيب
ومن واقه الرئيسه اذا مرك جميع الاعمال اما عمل يرهن نقضه اما واجب هن نقضه اما ركن هن نقضه اعماش دم باهوبانيس لو ما قيدين بالوفاء ان قال لم يكن دباتو صار اوغ دحل ردده ايا عمل كاد داريه دبا اسراع يا ابره يا بي قبان المالكيه والحنفيه اي قبان ايات ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون وحاليا والله باب مساله كلا دوان وي الحنفيه والمالكيه وحاليا الاسكو حنباري ماي حمل المطلق على المقيد انك الشافعيه ذا اي حنابله ذا قبنا ايضها المطلقه ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله ايات داسي وحي لها الماله لان اشرك لان 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 اشركت لا يحبطن عملك ايه ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ايه ايضها النوع عاصي احاديث معناها سواء مطلق بين هذه ايتنا قيديسا طيب وما توهم كفار ايه فيمت وهو كافر فاولئك حبط اعمالهم ايه ايتنا قيدي محايل السواك يحونك باسكم مدأه والاسكو حنباريا السبب والحكم واحد مركا نحمل المطلق على المقيد والراي الشافعي عدة تاغرتوي احنافي مالك يوحيليه ابدا ايضا فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون وحيكاها ليس الخلود حكم قنيكا ليس نيكي قال لما قلت انت ايا نار تكواري ان لقب حينين بيكاها ليس مركا الموافاه الموت على الكفر حكم كسوام حي الخلود في النار ايضا كما هل ليس هذا احباط حبوط الاعمال حبوط الاعمال ايضا كلا عديي ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله الى اخر الايات مركز اسكو حنباري ما حكم كبا خلاف سن ايضا وحكى هذا شيء حبوط الاعمال تنو حكى هذا شيء محو هاي الخلود في النار مركا الخلود في النار يحبط ولا بك لما اساله الاسكو حنباري ما يقوى قبان الراجع لكن الاسكو حنباري هو طيب روح هذو قال لماذا كل انتو أصول كتبت كينين مركز عمل كسين هوبانيا نار نكوارها يا شيخ مركز سكويل عند جماعة من الأئمة كأبي حنيفة أيضا سيداتي ومع ذلك فقد توسع أصحابه في المكفرات وعدوا منها جملا مستكثرة جدا وبالغوا في ذلك أكثر من بقية أئمة المذهب هذا مع قولهم بأن الردة تحبط جميع الأعمال وبأن من ارتد بانت منه زوجته وحرمت عليه ابن حجر الهيتمي الله يعود مركا ومع ذلك أيها سيدا جرت وأحناف يا مالكية بقبان بمجرد قد قال لما كل عضو يعمل قد يدادان هيا دمانتي ومحبو سنكاك سهرين ومع ذلك مركا صوته بكينت إسلامتان لقا قبان ينطسو قضيس أيها سيدا قبا فقد توسع وحي آدي آدو ففاهيا وأصحابه في المكفرات طيب وحي آدو طبق قالين توسع آدو وتوسع في البحث وتفصيل بالوجه ذا أصحاب أصحاب وحي آدي آدو أقول محايا ففاهيا أقول حل رادين في المكفرات مكفرات كبارد دو ذي وحيب الو قالوا أسباب الو قالوا وعدوا وحينا تريين ويصوب قدبيين منها من المكفرات جملا جملوين يفقرات مستكثرة لبط صدو آدي آدو لي بطن جدا وبالغوا وحكوح الأرادين في ذلك أرن كاس مكفرات كين لتركوبه وعامل اللوغد إلى إلى هذين هدان شافعي مذهب كسال لقب سنين أحمد بن علي الرازي في كتاب شرح بدء الأعمال وحولي هدان شافعية يا حنابلة أن مذهب كضل قادنين وحاكد لنا هي مذهب كرنقة إن عامل المسلمين تبطن كذي قالوا بان ومرتدين محاجر بوري أنه مقبنا إن لو شرطيه عمل كهوب الشديس يا باب يسيب بريدس الله ما شرديه الموت على الكفر بمجرد قال لما كل عليه الشرك عمل كذا يهبط طيب وضادنية مركع عمد المسلمين ما أنت قرن أفراد بك الله يوا قرمات تكون سنكور عمد ما أنت جوكت إسلام كشيكتنا عرب كولا يا أفكول لقم ويقال لما بول ويقول أقدام با من إلهي عاية من دين تعاية من نبغة فضيستة من أري كفر أكوها الله رقم بؤون نغضي بول على مذهبنا وردو بيت عمل كنا واهبطي وحي اسكو قوان قال لما اسكو قوان اسكو مرتد اه اسلام مسلم هذا قوان ايضا قال لما كل دعين عرطد واولاد الزنا واولاد المرتدين وهي القاس والله مري لكن مركا ينطهنو روحو عمل كسهوبانيا
عملك سحوبنا يا مركو قال لما كل انت حوج وارن تابو ليه كل واسكوا فقصين روح قال لما كل عينه قالوا بها لكن حلقة لا يضوع وهي عملك وبشري سالك نقاشاية وعدوا وحيتر منها من المكفرات جملا جملوين مستكثرة لبطضه جدا سيادة الله بصوي عن عركواه إلى الشافعي ذو مركين باب كان كهل الله يان حنابتي سكسو كوريان يعني النور رحمة الله تعالى في كتاب روض الطايبين باب كان ممكن مرة يوحوا لي وحن بالله بإن النقل عن الأئمة الحنفي مركز سكسو كورين وحكوا وافقنا هالدواء بدنك وقوا وافقنا يرنا واق قبطه بحثي خاصة يقصة من أحنافت المسألة أن أحكام الردة يا مرتدين يا أقواش يا أفعاش مكفرة الوقالوب ماذا بكو أقوفها فاسا وأزقا ومع ذلك مرجئ بدنيين أيوة سيدة هذا مسألة أوفها فاهية لنك إيمانك مكر لجوه مرجئ بدني إرجاء الفقهاء أكو بدن طيب وإرجاء ما تريدية أكو بدن لكن إرجاء موسى سامي لنك قال لماذا ماشى إليه إيمانك وقولي عمل أرن لها إيمانك إنه قولي عمل يتقاد ما يأمن سنه بمعنى أعماش اللي بهن هي وأجهين لكن الأعمال من حقيقة الإيمان إن سنين بمرة أبدين لكن مرة قال هذا مرة هي كفر وحقوق كوا الصحابة أركان الكفر وقول يعمل يعتقد بلي يشك وحلها المال مرة مكفرات قال لماذا باب الكفر والتكفير على مدى السلف الصالح يكون تاجين وحيكون فش من باب الإيمان أصل لو حوها إلا سيمو باب الإيمان يا باب الكفر أيسكم من نقضان وسيد إيمانك هي قول يا عمل اعتقاد كذلك الكفر هو قول يا عمل اعتقاد والله وش سيموي لكن أيوه كان نوى كفر شلمان كان كان نوى كفر سيدان وحيد أمان المرجئة في الإيمان وكذلك المرجئة في الكفر ننك لو دنع بكوب باباي حق أن السلف إنما شيغانا يتحاد نمو يتوحيد نمو شيغانا تاسا مصيبة تاسا مصيبة وبالغوا في ذلك أرن كاسي هذا وحل أرادن أكثر وحكبدا من بقية المذاهب مذاهب أنت ذكّل طيب من بقية أئمة المذاهب حنابلة مالكية ذي شافعي ذو قابس أشهر حين بأشهر حين وين هذا أرن كان وحول عيب الشيخ ويسايا لنا أحناف مع قول ما يولي بقى بابور بأن الردة قال لمضو تحبط جميع الأعمال طيب أصل وحانينكم مركم مذهب كسو أذكي هينو وروريو سوى قابسطو مذهب كذو أبك وأحكام بضع يكره اتباه دانا بيفافاهيين بسطي تفصيل قصة من مسائل كاني إنما مركا أيضا شيخ حول أيضا صورنا قضية دوي فافاهيين سيع عامد وقد قام بريق إيشيا بيبضعون قد كنوا لايين عجمت أسينا أحنا في إنتم نحجي وقتي مركا الجهل يقدر كوب بنا إيا هذا الحمضة قال لنا كوب بنا مركا مركا وحاك يعني إني أحنا في مسألة تفصيل خاصة سيسو واقع يكون لايين با وحاكوب بنا رغن كان يكفر يا قال لماذا يا اختلاط المسلمين تي قالوا صدق قالين يا معالم تي يا مراسم دين تو مركزي أبا جدو دحليس تو مركزي هبا صوف ولي وبأن من ارتدى وحكر وقوانين كر الدوبة قال لما كود عبانت إن يكفر منه حق زوجته حاسكس مركزي مطلقة بأين نقنيسة فسق بأكود عاية وحرم علي ولا كحرم نقنيسة مركب باب كاني إن أدي أدلس كي إلى اليوم يو لو قادو سيلو قد الإمام علامة التميات البكري في حاشية عن الطالب وحوليه هاي واعلم أنه يجري على ألسنة العامة جملة من أنواع الكفر وحاله قالت مسلمو عامضا مسلمين تم ما أنت الجوغة عرق وحاكو بضن قال لماذا أكو بضن من غير أن يعلموا أنها كذلك أيوه انقرنا إن إنوحو قال لمية فيجب على أهل العلم علماء وحواجب كأبر أن يبينوا لهم ذلك إن كتاب كألفان كمحاضريان كهلان وإن عامض الله شرحه وشر كأوي وي دم بقى لقى قال كأدرا وي علماء واجب حاكو أي وحال الله شرح وقت اللي قبعي طيب لعلهم يجتنبونه إن يكفوا قدام بلغا يا بابو إذا علموه لألا تحبط أعمالهم ويخلدون في أعظم العذاب وأشد العقاب ومعرفة ذلك مهم جدا لأن من لم يعرف الشر يقع فيه وهو لا يدري وكل شر سبب الجهل وكل خير سبب العلم فهو النور المبين والجهل بئس القرين بوليه مركب علماء واجب كسرحه هو بيان الدين للناس بيان المكفرات إن شركيات بدع له لو قدوا الدنيا ده إيو حنروين كلي أرمها كأنت لو يا عايو هاوشان قال لي إسلام ما يكون حرام تؤمض اللو عدو أي واجب ولي علماء واجب كوه بريها إنك تاكها اللي قال لي ماذا إيو
شركي قايو كفري كفري قايو أبواب تلقوه دومد أوجدجا وابلا دوا دكان واتكفير وخارجي دي إسلام كبرنايسن هيا دي كوكو هليلة هيا ونبديد أربعة إسكديارة كاربا ماشين كبو حكولبا ميت قند لقصو بعيني كارك سعوة كوكو ولقو علنا هيا مركو روح الله بالله بدنا خاص وكله عقدت بوقبا طيب ريه بلو تكفير أسرع ريه بلا كارك ما كسعوة وين لها تكفير طيب وإذا ده نجو مجاهدين تأهل التوحيد والجهاد ويكح شهداء إلى جهادان وإرهابيين أرجحسو مرهان لأنه محايا المرايكان بقى أسكال مصطلح عسكر كاس مرايكان يرهي ربا استعمال أرجحسو ممكن ربا المسلمين تباب إيوه مسلم كن ربا إنه قورعوه وإنه يو أرجحسو مسلمين تقالوا صوحين هيا مسلمين تقالوا مكو صوحية أو ضرائر إربا تخديرة أو كرفتو نين كن ربا بقونو أدلا هيا نعالي وحولي هاي قالوا دقم حوليين سيدا دقاتيته ودقمان بول دكتوركم مكو حبن ربا إنه قالوا أما أبريشيمو لا بقى أبو سمية أما تخدير كلها روح إلا ولا صوحي قبل جسبا يعني حبن كاكري الله صوحي لا بضع مدوي جوس هذا اللقاء بحنا يا كركي زمبا الله صوحي مكتا جركو الله صوحي ماي هدي ماي اللقاء قال هاي مركز صوحيين جزء أما مد كلها الغور فنايا هدي ماش اللقاء قال يا أهل استحي ودقاء يرك ودعوة هاي كل جوا الغصوحين صوصاز ما هدي اللي اسكفوا ضهاي قيبتها أمبا كبير الغور فنايا قالوا إن كي الدنيا سامة كوحة مسلمين تربت إني باب إيسو مرك يربينا باب يا مسلمين تي مدلها الله يا وإذا عذها يميل إياها الغفرة يا وصل العلامك ونمديد تخريب بي ولان أرجع حسوي أدون كورن بي خطر كويه كوحة يرت مسلمين تي الصومالي جوتها الجيم سبحان الله يروح خطر إست أفريقيا كورن بي خطر كويه إلى سنتر الأفريق ما أمن القوم الأمريكي بي خطر كويه وهذا مساكير وقرية وقال أحد كلمة يو الله ما يعتك لو كنت سأم أنجرين بلو له وحي خطر كويين وحوقها هاي أدون كورن بيخطر كويين محا أدون جرا أنت أنا دي نود دايبرت أنت الصومالي أهي بفرح نوقع قال مر كان تبري لأن أن صومالي أن مل زارو كدي بوح نجم مكان أم أنطونينا أم نكيه شيء ناي لكن حلا مرة بو على ربع إن لقب باب يو أو أن وحكوع فلا بو سنجرين مر كا والو صوحنا يا ودانا وحكى حشو مركين دار جحس وحيل هذا خوارج وي خوارج تكفيريين وي مرك كار كاسا سعون هاي كارك مرك واجر وصوفي وكسعون وي عبار نقوه دي لكن مرك وده قدرة بلا يا دعبي صوفي عبار سوى ده خوارج وي تكفير وي قليه معه هاي ضبط كشاب بريسناء تل أبي مشاركة قدان هاي ويهود بس ودرتي هولها اسمرك يسوفي كسعون وي دي وده ثلاث الشيخ أنا يقر وين سرالكن أوجا بني هاي طيب فرتنا رداقاتن هاي أيا الله صور راعي نينك أصلا باش السوق هذا نينك وادي بدنيا فمع هذا التشديد ابن حجر الهيت محور فمع هذا التشديد أيوة ولي بس إذا وقت كي أنت مكفراتك أو وحير بهو قال إذا نحنا بلط عنافته مساجد أضو كهلا ده ترى حقيقة كسوتي مسجد باتر واتصغيرس والحقيقة تمد مسجد كي يرى هذا ترى مسجد واتقالوا بيدن قال باطه بيتك إلهي محاو تحقير نيسا لأن من أغراض التصدير وحكم التحقير أغراض وحلوط يرأيه وحكم هذا الروح شيء لحقيرها هاي طيب مرك هذا ترى مسجد واتقالوا بيدن لأنك وحاط حقيرتي اللي دي ما عظمه الله ورسوله وبيوت الله هذا ترى مصيحف مصحف بالأسقوق عن مصيحف باتري واتقالوا بيسا وعند الأحناف فقيه هذا تراضه وتصغره فقيه أه أما فقيه أتراضه وتقالوا بي نينك فقيها وإن لا تعظيمية دين تبحن بارسي وحملة شريعة مربها دال ليدو بدون تأويل سائغ وأكو رما حنافاتيكو يلان صومالي بلان كنت قال نغون هيا على مذهب الحنفية هذا الغرد رقم هاي وحي رب إنه بادي طيب قولي وحابة جنب إلهي عيديسة يا رسولك عيديسة يا ملائكته اللي هي قادية شقابة كاتك تيبا سوما جرال طيب دين تولى الدراء الله ورقليا ورقان كدكتي مركضات كنوع عاسى آذ ونسو إلى ليا فمع هذا تشديد أيوة سيدة قضية دوات كي أئمة الحنفية بيبالغ وكحل لردن في الاتساع باهنت يا بلاري دالله قد بلاريو في المكفرات أي في الأسباب المكفرات أيوة أحكام أذكرت بي قال لمدي أولي بأحكام تكحل لردن بي هذا أسباب تقال لمدي كينية
ضيق تواصعين بشيخ له حقوق نقد ما كجرة. فتعين وحاكو واجبي على كل ذي مسكة على كل ذي عقل من والبع عقل وصاحبه. فوجب وحاكو واجب على كل ذي مسكة إنه نقع الروح له إنه قرشاء أما قراد روح له في دين الدين تسوحون كقرنية أن يعرف إنه قرطاء وبرطاء واجب كؤه ما قالوه احنا في وحي الشيخين أسبابته احنا في الشيخين لو قالوا بايو كتابته ذا كجرة وانا ذكي وقاته شر خير وحكومية إليه شر وطوك هايوهي مربها دين لغا نقاشة وحاكو دعلم ما قال لما مسوى دنبك لي وحكوها ري مجران بنانك بكا مربا محابة إسلام لماذا هذه هي دين تدي مران قلن لي ميل بنان وذن كو قالوا بيني بذهل كرتاي حتى يجتنب إلى أكفة قاده ولا يقع وصق دعن فيه في المكفر أو فيحبط مرك أوه بتعمل وعمل كيس ويلزمه وكل لازم قضاءه قضاء العمل وتبين أي كفر أنته منه أسقى زوجته حاس كسبها كفر ما هي عند هؤلاء الأئمة حنفي مالكية بل عند الشافعي حتى إمام الشافعي أكتيس إذا وفر ميسا رحمه الله تعالى أن الردة إمام الشافعي وقبا وحيسكوها يعني حناف يا حنابلة يا مالكية يا شافعي وحوي عملك أردن قرموه بنيا مجرد قال لما كل عمل كوه بنا يام مسمك كل ما تمر سكوايا طيب وحيث لكن سكو خلاف سنين أحناف يم مالكية شافعية ثوابك ثوابك أعماش ونوا هو بنا يان بمجرد قال لما كل عضه أعماشها بكودرت عند شافعية هكو قرط ويلا لن تهاي لكن جميع ثوابها وأجور رم باباي شافعي قبان مرك هذا قال لما كل بتو عمل كوه رم بهو بنا يا ثوابا وعملا هذا ضمن كل ما نو كتبه كينتو قال لماذا هري دعاء وحي كينتي حبوط الثواب لكن صلاة سوى قد ينمي صلاة وكوجرتا صومك وكوجر لكن بلا أجر واجبكم باكار دعي حلكم باكار دعي لكن لا ثواب مركو حبوط الثواب ومسألة اتفاقية بينهم بين المذهبين تيبوز تلماما يا بل عند الشافعي رحمه الله تعالى أن الردة قال لماذا وإن لم تحبط العمل عمل قرن بيسن هو بين لكنها تحبط ثوابه ثواب كسبه بنيسا فلم يبقى مهر الخلاف خلاف جوهري مهر وبينه بين الشافع وبين غير من الأئمة إلا في القضاء فقط إلا في القضاء فقط أنا وثوابك وهو طبعا يريه مرك قضاء لك مرة عملك ولي واجره هذا روحي كتبت كان وحي مالكية احنا نوحيد عملك وهو مع ثوابه وحبانا كما أصيحين هذا أعماشنا تسعيسا لك أقبان ياي ثم ذكر وحوشك أنواع الكفر قال لماذا قيبه ذو الشيء ابن حجر لهيت من نوعا نوعا نوع نوع بأوففاي واختب كبح شيء وسيأتي وإيمان ضراب الإمامك بقية كلامه هذا الكيسي وحي انتهى رسنين نوانسوك قولون دونا إن شاء الله تعالى وفي ذلك في المكفرات قصابسا لكن هذا الشيء الشيخ تأمل رحمك الله الله يقول حريستي لقب رفيري قوله قول ابن حجر سفع أفيري لكثرة وقوعها في الناس على ألسنة العامة من غير أن يعلم أنها كذلك حول أفر صادل كشيخ أولي ومحيطاي عامض وحاكوبة قال لما كود عان وعرب كود وكسو ونغضو أيوة ولبا أن قرنين ننكي مركا صوى قرنين قال لما كود عان وركيب الجوج ننكي قرن هيبا والله يستابا ننكي أن قرنين جاهل كبا الله يستابا وأن الشركة شركة وردة قال لما قد وقع فينا كود عن بعدي كثير من أهل زماني تذكي أصغر لجوغ حلو النولا النولا إن بغنو كمدين قال لما كود عن بعدي يتبين لك وحاك وعدا مصداقا ما قلنا وحان نشو شغن رن مدي ساك وعدا نيس وحان سو شغن إن مسلم كمنتصب كا إلى الإسلام إيه تكن هي سوما هي صلاة هي مرر بضان قال لما كود عك رسال وكو قالوا بكرو ضبان نغو إنكرو نغو دي دي بور علماء نغو رئيس مسلمين تايد شافعي حنابل مالكي حنفي بعض دين هي ابن حجر مك هذا الكيس أوفر سبكوري يتبين لك وحكو عدا مصداق ما قلنا إن شاء الله تعالى بل الإمام ابن حجر هيت محكسه قوري إمام الحرمين كسه قوري ولب الحرمين أسطورين تكسه قوري أن من نطق بكلمة الكفر والردة وزعم أنه أضمر تورية كفر ظاهرا وباطنا نجي قال لما كوه الله أما الصمية كدنا منك لقبتيه وطوريه وانراد قدن هي وانراد قدن هي بقول مثلا قال لماذا أنكوها الله أما أنسمي لك وحقه الطوريه وان حيل ذي سن هي
ninka asaga waa gaaloob hayaa buu imaam al-xarameyn al-juwayni al-shaafici wuxuuna ka soo guuriyey can usuuliyiin kullihim buu ka soo guuriyey kafara dhaahiran wa baatinan dastuur kufri aad ku dhaaraato kaas waxaa tiri waxaan wallaahi wabillaahi tallaahi inaan daacad u noqon oon ummadda ku dhaqi oona dastuurka khilaafaynin yacni hoosta waxaa gaysa wixii aan sharciga khilaafin hoosta gashatay dastuurka waan ku dhaqmahayaa oo waan fulin oo waan ixtiraami waa ilaalinhayaa hoosta waxaa kuu idmaaran oo kuu qarsoonee hadduusan sharciga khilaafin laakiin maadan sheegin adiguna maadan sheegin waad gaaloobaysaa kaafir baa tahay baatinan wa daahiran daahirkan kugu xukumayna tawriyada ilaahay oo la tag aakhara markaa tagto tawriya lasoo istaag laakiin anagu adduunkan ku dhaafinaynaa oo maxaan kuu dhaafinay gaalnimo cad baad ku dhacdo muuqata falkaa kaa muuqday baan kugu xukumaynaa طيب هؤلاء أذقوا يمرق وأقرهم على ذلك ولبا حتى من حجر الهيتمي أقر ذلك وجوين أقر ذلك معنا ونقل على الأصوليين أو شيء مهم جدا هو قل يو حاجة القرآن يمحوها شروع يدساتير كفرية دارتنا كقيب قلة أو تقميش الأسكول دارين هاي كدبنا هيست اللقاذي يوحل الدرين هاي اللوم يرين هاي اللقاذي أما أن لقاذين walla waxay dhahaan annagu marka la qaadaya hawlo kalaan qaadnaa qur-aan baan akrinaa qur-aan baan akrinaa qur-aan baan akrinaa maa yakfi goobta lagu gaaloobahayo ee kufrigii hawshaa lagu qadaa dhigahayo inaad istaagto adoon lagu qasmi waa gaalnimo ah adoon lagu qasmi inaad adoo khiyaarka ku taagantood ka qayb gasho xaflada kufriga ah baba gaalnimo ahba kulli waa israacahaya yacni wixii iska ilaaliya hawsha khatar wey goob ilaahay lagu kufrinhayo oo kafri lagu sheegahayo inaad u tagto ummad inaad kala hadashood radida waa loo ogolyahay haddaad laakiin waxba ka qabanaya inaad dhex taagnaato anu tawriya hawsha idmaaran qulwalan hoosta ka akrinaya socon mayso waad ku gaaloobi macal qulwalihiisa ku gaaloobaysa ayib hawshaa khataata la iskaga ilaaliyo wa qaala alimaamu nawwi fi sharxi muslim imaamu nawwi wuxuu ku yidhi fi sharxi muslim wa ama adhabxu ligayri illah shaaficiya laga hadlayaa aqwaashoodii ayib ilaa wahaabiyun baa la cadhsaday bal shaaficiya dhegaysta buu sheekhu leeyahay annagu waxay culimmo isku raaceenee diin ahayd baan ummadda u sheegnay waxaan la dheeray keliya seef baan ku wadnaa sidii nebi maxamed inuu intuu sheegay ee shaaficii sheegay culimmo sheegeen baan wadnaa laakiin ninkii diida seef baa taqaana wey nabigu sal slam suu yidhi bucuthu bisayfi bayna yaday saaca ayib umirtu an uqaatila annaas xataa yaquulu laa ilaha ila allah ayib intaasaan ku darayna lama ogtay wacdi iska bilaash ah oo maanta la wado diiday baa kugu filan maxay dhacaa ma kitaab allahe diiday baa ka adag 114 qur-aankan aqanaa kaama akhrisan baa ka adag baa la yidhi haddaan marka aan diintu iyo towxiidku iyo xaqu awood ma la tiri aysan helin waxba socon maayo xerow iska hadlo uun haweenka baryo walaalaysaa yeel iyo wiilka war naga tag baa kugu filan waad eeb daran tahay inaa lilaahi waina iraaji waad ka dhaqaaqoon inaa lilahi maa soconaysa hadi nimankan dowlad bay rabaan nadaam bay rabaan nadaam islaamiya abay rabaan oo hawshaanu fuliya kitaabka qur-aanka waa inay seefi u gargaarto oo awood la helo 40 sanaan waxaan dacwo soo wadnay weliba khayr badan ummadda u qabatay inta yareedan xabada qaadnay in qoriga qaadnay intay qabatay baa ka khayr badan tuulo yaro waada ka taliyaan oo xor ah oo xuduud lagu oofiyo soomaaliya kaba dhicin wixii ka horreeya hadda dhowrka sana hadda u dambaysay khayrkeedii baa la arkay ayib laakiin haddaad maanta un dacwo waddo dacwadu waa inay xuduud leedahay xuduud waa inay leedahay hadal un baan wadi oo weligay nidaam siyaasiya iyo khilaafo islaamiya iyo dowlad raadin mahayo tabliiq baa taa ku jabay tabliiq ba waxay soo wadeen 100 sano nin bay soo qabtaan way waariyaan masaajidka keenaan markuu ka baxa way ka daba tagaya duurkiisu galahaya soo qabo meel salaadaha bar macawisi maalmuu la tukan way ka tagan soo maha asna isaga tag ayib waa in dowlad diintu iyo kitaabku uu nadaam helo jaabir wuxuu yihi nabi maxamed wuxuu nafaray inaan tan ku garacano man khaalafa hada an nadriba bihada man khaalafa hada bu seefu sa u qaaday wuxuu nabigu wuxuu nafaray buu seeftan inaan kula dagaalo ninkii diida kitaabka masxaf yaalo farta ku fiiqa an nadriba bihada man khaalafa hada bu kitaabkan qur-aanka ah ee meesha yaalla ninkii gara mara inay seefta kusoo leexisa wey laakiin dad weligaa untira anugu jamaaca dacwiyan ahay awood militari na samayn mahayo wax ku dhaqaaqay baaba iska yarba wax ku dhaqaaqay baa iska yar qaala imaamu nawwi fi sharxi muslim wa ama dhabxu ligayri illah
إلهي غير كين وحلوق ورعو. فالمراد به وحلوق جذا لعن الله لعن الله من ذبحها لغير الله. حديث أبو شرح يا أدلة لمت كاين. فالمراد به وحلوق جذا وحاول أن يذبح باسم غير الله. إنه إلهي مجعي سواح أنكوا ورعوه. بسم الله الرحمن الرحيم بعد الربي. بسم الله والله أكبر بلا دون هاي. باسم الشيخ عبد القادر كل ما بقول نافك تبلح كذي يستغرب. باسم الشيخ عبد القادر باسم الشيخ أويس كوكال قالوا طيب كمن ذبح للصنم طيب سيد الروح أجر على صنم أو للصليب أما معتب أو لموسى نبي الله موسى أجر عليا باسم موسى أجر علي أو بعيسى عليه الصلاة والسلام أو للكعبة أما كعبة أجر علي ونحو ذلك يوحي الله المال أولياء أهل القبور وكل هذا كان رنبا النف يحكوا إلى أبو اللجوجو يه وحن بسنك الله كاهن ممنوعه طيب أما صنم أجورع أما ملك أجورع أما موسى أجورع أما نبي محمد أجورع صلاة ربي وسلام عليه ولا تحل ما بنانه هذه الذبيحة النف كان لجورعنا وبقت من منوي نف حولي عن قبورته كل إنجري بيولو إيو محمد رب الله شغنو الحسين كل ما إنجري طيب ملك استوى صنم يربى نوفر ليه وإنه مركه أدي قشة حول الجين جو قرنيس نافك وبختي ما قالوا جورعي سواء كان الذابح إنك جورعها نقض مسلما أو مسلم هنقض أو نصرانيا إسلام هالشيكتو أما النصراني كريستنا هنقض أو يهوديا أما يهودي هنقض نص عليه الشافعي شافعي بعد عديب إمام نووي إمام الشافعي بعد إمام أهل السنة والجماعة يا عديب واتفق وحاسكوا وافقي عليه على ذلك أصحابنا الشافعي ولم بقفت نيك النف حولا جورعة باسم غير الله يكون جورعة ملكا نبيا رسولا كو جورعة إنه نف كبختي هاي حارانا يا العنين أنت محادر فإن قصد هدوء قصد مع ذلك أي مع تسمية أصوغ باسم إله غير كي قبطي بهذا النف كحو جورعة تعظيم المذبوح له كلو جورعة وينين هي محادو يقول نف شعب عبد القادر بالغشر فهيا ندر كيسي وهي طيب وقربان كرلك كلها فإن قصدت مع ذلك تعظيم المذبوح إنه تعظيم يوحاك وتصهي نفي ذلك قبر عزك قتقي أحد عناه القوطة لما سيد حولا هذه انتي اللي قورعه يا أضاحي ضم كم لو قدر يرو يا قدر يرها يا قبل قوة إيمان نفي قورع قسم إنه عناه مسك قتقي مساكنا عنتو شمرها عنتو بالخل هجيتو تعظيمك وإن ديك قبر القوطة هذه شعب عبد القادر دتي ديك قوطة طول وتعظيم فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح لو روح اللوج ورعي وين أنت يا احترام الدي هذي الرعض أرنتاسي غير الله إله غير كان هين يو العبادة له بالراعي إله غير كن لعابده خضوعا يا محبة يا إزدلين تبع بعبادة كان ذلك كفر من نبي الله وقال نمو دين تلقى قبحي فإن كان الذابح كي قورع هدوءها مسلما قبل ذلك انتو سنفك قورع انكوه هدوء مسلم أها صار وحو نغن بذبح قورع السبب درتي مرتدا قال دين تكبح من نغنية هذا الهران مسلم أهيد نيف كان القاب كان قورع ذي لتعليم المذبوح ولتكريمه أيات هو قالوا بيس أئمة الشافعي وحيكها اللي مركب بقر انتو صفر آذو أم الدولان آذو أما محو أي حج وقصه النغضة بقر نمان كم صلاة دين تأها المسلمين تمامول جري يا مركب اللي سود وين حوال وهر قورع جري بقولهم كل سؤال صور دقائق وصوغ لما قال يمادا أنت لقهر بحدا ماشات ولا سؤال دويه وطلع على البدر القو قاضي وحلها المارة هي حول الوهر قبر عجري وقال لما كان نقاشا وقال كفري وي إن البقر كسور دويه أنت سهرتي سحلو قبر طيب هذا يسن أن تعليم ما يسن هاي مرتقات بالله سمعين لها نيف قبر هذا هو قبر سانتا كبح يدب ككري بقر كان عمره لكن أصعب موجه كيسة يمقابل كيسة يهرت سن الوجور وتعليم خاصة وإله غير كأذو ينيس وأن قالوا بسبب إلى شافعي فكان نقاشين أنت كلي قرباء هاي مرت صورك أما سوريا ده يقولوها القصة ما يموي مدة أمام السلطان أمام الحاكم بين يديه الوجور عين قال لهم تمرن ملا وقال لهم تعليم كنوع عاصي أي من شافعي كان نقاشين وقال لهم ودمرت تكون قنيس حولا إنه أنك سوق عين بقول كيلومتر لبا بقول شم بقول بلقى سوق عين قبري ملك يلا الله مولود الجورع ما الله الله فدين الوضع وافي عرى لقى قادا والله بركة إذن والله دونكن والجو سجودي ووحي حتى عرب سمين جرين ويا وش النوع عاص طيب قاب كأيضا
ووحي قريش سمين جرتي وح كدرن بين نو عينو سمينا. فتأمل قوله فيري بولي هذا أفرس هذا الكلام من حجر الهيتمي وهابي مئه وولد شافعي بل فيري بقول حقويري. فتأمل قوله فإن قصد مع ذلك إلخ يا وحود إلى آخر بوجدا فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله سبحانه وتعالى والعبادة له كان ذلك كفر إلى آخره. تجد هذا الكوحد أركي سوثلي سابر الصريح إنه كعد يهي في أن المسلم روح مسلم كاه إذا قصد دولج بالذبح قورعة لغير الله إله غيرك وحو قورعي تعظيم المذبوح والله بقيبه وتصد الراجح الشيخ ابن حجر وسكود رأيه إن إلهي مقعي وحن وحل أقرع وقال لهم مستقلة إلهي مقعي سمقع عن كأهين هذا أقبطه وقال لهم وحاطر بسم الله وباسم المسيح وكفر إيا قال لهم حق أن يدا إيا قصدك إلهي بأولجي هذا دونت لكن مقعد كده واقس نافكم وحوكو حال النقضاء قال لها أبو رئين لو قبطه حكوا ان روحنا ان لو غويو الله ابو ري خالق يدا اني كدمتو لو غورو عبي حال كو تاي هذا خلق كلا يا ملك يا نبي يا رسول ما شكينتو نيفك وا وقت حارنا او انا قلبت لانك ذبحت باسم غير الله هذه اد باسم الله اقبته بسم الله الرحمن الرحيم والله اقول كو غور لكن قلبك وحا كو وين تعظيم للمقبور لولي لملك للنبي طيب وما اهل به لغير الله بوسوق لها هي مركه قصد التعظيم مع هاي التسميه الشركيه هي قصد تعظيم فقط هي تسميه فقط انت ولو قالوا بيا ان مرع الهي اقبط كليه الهي اولجد كليه لو اسلام او توحيد وقربانك صح كويا لكن هذا الهي مرع عيسى هي مرع كلا اسكو لا دو اما الهي بقى مرع عابر ومرع روح او قبر عيسى اد شيكتو انت بقى لما وي انت لا بخ وانا بختي مركو غورعايو وخدي بسم الله شي عبد القادر اوغلغلو حاجه هبل اوغلغلو اسغول اوغلغلو نفكي مغاس ورفناي جيمبا جيمبا وخه لو غورعا قبصدا او ويال قبصدا لو مخي قبصنايا حقي او نو نوقدا وا جن جن يا شادين با او ويال قبصدا لا اورنايا دب نفكي وا يالا او لا غورعا هياب من قس يا صار يا جن يا فق برالي يا فرع على بنايست حل ان كخروبين لما يقان دد كان وخي وباهين ان لا خوريو وخه الهي غير كو دن لا خوريو باهين طيب إذا قصد بذبح لغير الله تعظيم المذبوح له كلو غورع وينين تمر بها ضد قصده يا والعبادة له طيب يا والعبادة له أنه يصير كافرا مرتدا إنه نقنها باب كان أسقى ألفاظ اللي قالوا يوحى لك قبحه أنت أشرح نيك لورنجري الخطيب الشربيني في كتاب الإقناع على شرح مقتسب الشجاع وعليا هاي وهذا باب لا ساحل له باب كان بطبور عن حبل هاي حيث آد بأبضان تايوي مركا انت اسكيلة لين كرتو اسكيلة وحون كبرو اسدور لكن وحل كوبي كرم ما أسبابتا يا أفعاشا يا أقواشا لقو قالوا به إرى يربا قولوا من هاي مركا حلو باب لا سهل له شافعيد إن شاء الله أقوال اثنين كبضان بيلي إن شاء الله لهم كسوا قابصدي إن يرما داما كتابك وخلاصيني إن شاء الله تعالى بين دنبان أقوال شافعيد فربضان كيري دون هذا بالله توفيق.